بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في لقائنا التعليمي الرابع لمقرر إدارة المشتريات والمخازن، والذي هو بعنوان التفاوض الشرائي والأسس الاقتصادية لسياسات الشراء. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على التعرف على مفهوم وخصائص وركائز التفاوض الشرائي، والتعرف على تخطيط وتكتيكات واستراتيجيات التفاوض، والتعرف على الأسس الاقتصادية للشراء من حيث الكلفة والقيمة وتحديد قيمة المشتريات في السوق وكذلك السوق المنافس، كذلك التعرف على دورة الشراء. في البدء لابد أن نعرف أن التفاوض الشرائي يعد عملاً أساسياً لإدارة المشتريات، وأثبتت الخبرة أن هناك 20% من أوقات إدارة المشتريات تستخدم في إعداد التفاوض مع الموردين. 20% من أوقات إدارة المشتريات ما هي إلا عمليات تفاوضية مع الموردين، وبالتالي فإن المعرفة بعمليات ومهارة التفاوض عملية ضرورية للمشتري حتى يستطيع مواجهة بائعين محترفين من قبل الموردين، وبالتالي الاحتراف هي سمة أساسية في الموردين، وبالتالي يقابلها أيضا عمليات شراء أيضا كاحتراف، وبالتالي ما هي إلا عملية تفاوضية ضرورية جدا في إتمام الصفقات، عمليات صفقات البيع والشراء. وبالتالي نجد أن التفاوض في صورته الكبيرة يحتوي على التفاوض مع الموردين والتفاوض مع العاملين داخل المنظمة. ما هو التفاوض الشرائي؟ التفاوض الشرائي ما هو إلا جلوس طرفين أو أكثر للوصول لحل تراه الأطراف أنه الأفضل لمنع حدوث أو عواقب أو نتائج غير مرغوبة تؤثر على مصالح الأطراف. وبالتالي فإن خصائص التفاوض الشرائي يجب النظر إلى الاختلاف بين الشراء الصناعي والشراء التجاري، حيث نجد أن سياسة الشراء في الشركة التجارية مرتبطة بسياسة البيع، لأن سعر الشراء مرتبط مباشرة مع القدرة على بيع المنتج وربحيته، أما الشركة الصناعية فإن في ذلك يقل، وأن المشترين التجاريين لديهم حرية أكبر في اتخاذ القرارات من المشترين الصناعيين، لأن الأخيرين مرتبطين بتخطيط وجداول إنتاج، ويجعلهم أقل استقلالاً عن التجاريين والصناعيين ينظرون للأجيال الطويلة في علاقتهم مع الموردين عكس التجاريين. من ضمن ركائز التفاوض أو ما يسمى قبل التفاوض، هناك ركائز مهمة يجب التركيز عليها، وهي ثلاثة: الأهداف التفاوضية والسلطة والخبرة. فالأهداف التفاوضية يجب تحديد ما يجب الوصول إليه من أهداف من خلال التفاوض وتحديد الحدود الدنيا والعليا لهذه الأهداف، والسلطة هي تحديد السلطة التي يستحوذ عليها المفاوض لإجراء الصفقة، ومدى تحديد المساندة أو المساعدة التي يحتاج إليها من المشتريات الأعلى. كذلك الخبرة، يجب تحديد الأشخاص المنفذين للتفاوض ومدى إلمامهم بالمعرفة والخبرات في المشتريات وظروف صناعة الأعمال، وإن أهم العوامل التي تضعف التفاوض هي الافتقار للوقت الكافي للإعداد، والافتقار لمعرفة تطورات السوق ومعرفة تكلفة المورد، وعدم الإنصات الجيد للمورد، وعدم وجود بدائل كمصادر للتوريد. تخطيط التفاوض لكل عملية شرائية تخطيط. فإذا قلنا في التخطيط الشرائي نحتاج إلى عوامل ذكرناها سابقا، فهنا أيضا لدينا تخطيط للتفاوض. أولها أن نحدد أهداف التفاوض، أي تحديد ما تريد تحقيقه من خلال الصفقة مع المورد وواجبات المورد والمقابل تقديمه للمورد. كذلك جمع الحقائق المؤثرة على التفاوض، يجب التأكيد على أن هناك حقائق موضوعية يمكن أن تؤثر على التفاوض، وحقائق شخصية تؤثر على مسار التفاوض، ولذا يجب أن تعرف كيف يفكر الطرف الآخر فنياً، ويجب أن يكون هناك ملف
عن عمليات التفاوض الرئيسية التي تمت مع الموردين. كذلك أيضا من ضمن تخطيط التفاوض تحديد نقاط الاهتمام لدى طرفي التفاوض، فليس هناك خاسر في عملية التفاوض، إنما الكل رابح، وبالتالي يجب التحديد مقدما لنقاط الاتفاق لتحديد مناخ وبيئة التفاوض بصورة أكثر إيجابية. تقييم القوة التفاوضية لكل طرف من حيث المنافسة، وذلك ليعرف المورد أنه ليس الوحيد الذي تتفاوض معه، وإن هناك أكيد عدد آخر من الموردين الكل يريد له فرصة في هذا المجال، وبالتالي على المنظمة التي تقوم بعملية الشراء اختيار أفضل هؤلاء الموردين في من ناحية السعر والوقت والجودة والكمية التي يتم شراؤها، وأن المعرفة بالمنتجات وبدائلها تدعم القوة التفاوضية وعليه. فالقوة التفاوضية هي عملية نسبية تعتمد على إدراك الطرف الآخر لهذه القوة من عدمه. وضع قائمة الأسئلة المحتملة، ما هي الأسئلة المحتملة؟ السعر، أيضا جودة، أيضا نتكلم على العلامات التجارية، نضع عدة أسئلة بحيث تأتي هذه العملية أكلها، وبالتالي نخرج بعملية تفاوضية سليمة ناجحة متكاملة الأطراف. وبالتالي لابد من تحديد المهام، تحديد الخطط مقدما عن أفضل النتائج الممكنة التي سيوافق عليها الأطراف، وكذلك تحديد عناصر الفريق التفاوضي وتوزيع الأدوار وعددهم ومن المتحدث ومن المقرر، وبالتالي هذه الأمور لابد أن يتم لها إجراءات محددة. تحديد ما يمكن أن تصل إليه من التفاوض من خلال الاتفاقيات التي يمكن الوصول إليها من الطرف الآخر. مراحل التفاوض الشرائي لدينا عدة مراحل تتمحور في أربع مراحل تفاوضية. المرحلة الأولى مرحلة الاستكشاف، المرحلة الثانية مرحلة الانعكاس، المرحلة الثالثة هي مرحلة التفاوض نفسه، والمرحلة الرابعة هي مرحلة الإنهاء وختام وتلخيص الاتفاقيات. المرحلة الاستكشاف هي مرحلة نجد أن طرفي التفاوض يحاول أن يطلع على الآخر واستكشاف نوايا الآخر، فهناك تبادل للمعلومات، وهدف المرحلة هو تحديد محتوى العملية التفاوضية. الانعكاس، تتكون هذه المرحلة من استيعاب المعلومات المجمعة عن الطرف الآخر. التفاوض، وفق هذه المرحلة يحدث التفاوض، ولا بد من تقديم تنازلات لطرفي التفاوض واستجابة الطرف الآخر لكل عملية تنازل من خلال ما يبرزه من ردود أفعال صريحة. ثم ننتهي إلى عملية تلخيص التفاوض وتلخيص الاتفاقيات التي تمت. استراتيجيات التفاوض لدينا استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى استراتيجية انفرادية، ولدينا استراتيجية تكاملية. الاستراتيجية الانفرادية، وفق هذه الاستراتيجية يكون هناك كاسب واحد 100% وخاسر صفر، وبالتالي لا تصلح في مجال الشراء في حالة امتداد العلاقات لأجال طويلة مع الموردين، وتصلح فقط للتعامل مع الموردين في الأجال القصيرة، وتستخدم هذه الطريقة في حالة الاحتكار المطلق من قبل المورد لمواد خام أو منتجات، وهنا لا يجد المشتري بد للرضوخ لمطالب المورد، ويطلق عليها البعض باستراتيجية مكسب خسارة. استراتيجية مكسب خسارة. أما الاستراتيجية الثانية وهي استراتيجية التكاملية، فيطلق عليها استراتيجية مكسب مكسب، وفيها يكون هناك مكسب لكل طرفي التفاوض، أيا كان حجم هذا المكاسب. هذه باختصار ما هي بعض المعلومات المهمة في التفاوض الشرائي. أما الأسس الاقتصادية لسياسات الشراء، فمن أهميتها عملية الشراء تعتبر أنشطة مؤثرة على كل من المنشآت المشترية والموردين، وعملية الشراء تؤثر وتتأثر بالعوامل السوقية والاقتصادية والمعلوماتية. كذلك أيضا من الأسس الاقتصادية لسياسة الشراء التقلبات الاقتصادية في السوق بشكل كبير، وأيضا عمليات الشراء والتعاقدات بين المنشآت والموردين. أما الأسس الاقتصادية للشراء فهي تتمحور في الآتي: التكلفة والقيمة،
وتشكل كلفة الشراء نسبة مرتفعة من إجمالي التكاليف الكلية في المشروع وفي المشروعات الصناعية. وعلى مدير المشتريات العمل على تخفيض تكاليف الشراء لآثارها المباشرة على ربحية المنشأة، وأن يعلم أن تكلفة الشراء ستتأثر بعلاقته مع الموردين، وبالتالي فنوع وطبيعة علاقاته مع مصادر التوريد يجب إرضاءه للموردين وعدم استغلاله لهم له أثر على إمداد مصادر التوريد. وقد تتساوى العروض المقدمة من مصادر التوريد من حيث الجودة والتوريد والكمية والوقت وأيضا السعر، وعلى مدير المشتريات قبول أقل العروض سعرا. وفي الحياة العملية يصعب ثبات تساوي العروض وتظل اختلافات قائمة، نظرا لأن الاقتصاد الحالي ليس ساكنا بل يتسم بالتغير والحركية. ويتأثر تحديد قيمة المشتريات بالعديد من العوامل، ففي حالة وجود أصناف بديلة وبكميات وفيرة للأصناف المراد شراؤها تنخفض قيمتها لأن هناك بدائل للصفقة. وإذا كان الغرض الذي تطلب منه الذي تطلب من أجله المواد المشتراه حيويا أو خطيرا ترتفع قيمة المشتريات من وجهة نظر المشتري، وفي حالة ندرة الأصناف المطلوبة في الأسواق ترتفع أيضا قيمتها. أيضا بعد الكلفة وتحديد القيمة لابد أيضا من تحديد القيمة في الأسواق نفسها، أي أن سعر السلعة يتحدد بفعل قانوني الطلب والعرض، وبالتالي تتحدد قيمة السلع بتفاعل ثلاثة عناصر: العرض والطلب والسعر. وبالتالي فمدير المشتريات والموردين تمكنهم من الإلمام بعلاقة العرض والطلب وأثرها على الأسعار. العلاقة بين العرض والطلب في حالة ندرة عناصر الشراء كالمواد الخام في الأسواق تنخفض الكميات منها، سواء ندرة طبيعية أو مفتعلة كاتجاه المنتجين لتخفيض إنتاجياتهم. في جميع الأحوال يترتب على ندرة العرض ارتفاع الأسعار، وفي حالة زيادة العرض بغض النظر عن مصدر الزيادة تنخفض الأسعار. أما العلاقة بين الطلب والسعر فإن زيادة الطلب على الكميات المعروضة مصحوبا بانخفاض في كميات المعروض من الأصناف المطلوبة يترتب عليها ارتفاع في الأسعار، والعكس صحيح. كذلك علاقة الأسعار بحالة التوازن في الأسواق، وذلك من خلال زيادة العرض يترتب على حالة ارتفاع الأسعار تشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم، وتحفز المنتجين الجادين إلى العودة إلى الأسواق لأن الأسعار الجديدة تمكنهم من الإنتاج والاستمرار، ويترتب على ذلك زيادة العرض ثم العودة للتوازن. أما تخفيض الطلب فيترتب على ارتفاع أسعار عناصر مشتراه، تحويل بعض المشترين من المادة الخام أو السلع الحالية إلى مواد وسلع بديلة أقل سعرا، أي تغير السعر أوصل السوق إلى حالة توازن جديدة. لدينا أيضا أسواق المشترين والبائعين، فأسواق المنافسة ولنتيجة المنافسة بين الموردين فيما بينهم بين، فإن الأسعار السائدة ستكون محصلة ونتيجة لتفاعل هاتين القوتين مشترين وبائعين بينهما منافسة قوية، وبالتالي يقع على عبء عاتق مدير المشتريات إذا كان سوقه يسوده حرية المنافسة والاستفادة من أفضل الشروط عند إتمام العملية الشرائية، بحيث يحصل على أكبر منفعة ممكنة بأفضل الأسعار والخدمات. أسواق البائعين يقصد به زيادة الطلب على العرض، وهو ما يعني انخفاض الكميات من المواد إذا قورنت بحجم الطلب عليها من قبل المشترين، وفي هذه الحالة يعتبر البائع هو المسيطر ويفاضل فيما بين المشتري ويتعامل مع الذين يقدمون أفضل الأسعار. وعلى مدير المشتريات بناء علاقة حسنة مع الموردين للحصول على المساعدة مع تكتيك شرائي آخر. أسواق المشترين في هذه الحالة يزداد العرض على الطلب وتزيد الكميات المعروضة من المواد الخام أو السلع مقارنة بطلب المنشآت المشترية، وبالتالي تزداد حدة المنافسة بين البائعين لتقديم أفضل الشروط إلى المشترين لكسب تعاملهم مع المورد، وبالتالي اتجاه الأسعار نحو الانخفاض. وهنا يقع على عاتق مدير المشتريات مسؤولية فهمه للقوى الحقيقية التي غيرت الأسعار في مثل هذه الظروف، ورسم السياسة الشرائية واتخاذ القرار الشرائي. المنافسة
المنافسة بين الموردين في سوق المشترين تحقق للمشتري إمكانية الحصول على أفضل الشروط نتيجة لزيادة المعروض عن الطلب. ومن هنا فمدير المشتريات لا تواجهه مشكلة الأسعار، بل يستفيد من كافة المزايا والشروط بما في ذلك اتجاه الأسعار نحو الانخفاض. في هذه الحالة يجب على مدير المشتريات مراعاة العلاقات طويلة الأمد مع المورد بحيث لا يضغط عليه في مثل هذه الظروف ويتعمد مزيدا من استغلاله، والسبب أن السوق في حالة تغير مستمر، فبالتالي قد يحتاج له في أوقات لاحقة، وقد يأخذ فكرة عن المورد يأخذ فكرة عن المنشأة بأنها منشأة مستغلة، وبالتالي يعود ويعوض ما عملت فيه هذه المؤسسات في الأوقات الماضية. وبالتالي مراعاة الموردين في مثل هذه الظروف لها أثر على علاقة المورد بالمشتري عند تغير طبيعة السوق وتحوله مثلا من سوق المشترين إلى البائعين وتلبية احتياجات المشتري فيما بعد. دورة الشراء تتسم الحياة الاقتصادية والتجارية بحركات من الرواج والكساد، أي التضخم والانكماش بصفة دورية، ويقصد بحالة الرواج في المجتمع الزيادة في حجم الانتاج والزيادة في حجم العمالة ومن ثم الدخل والارتفاع في مستوى المعيشة. أما الانكماش أو الكساد فهو تقلص الانتاج، تقلص التسويق، زيادة البطالة، انخفاض الدخل، وهذه كلها أمور قد تؤثر على مستوى معيشة المجتمع بشكل عام وتصل إلى الانخفاض، ويكون على عاتق مدير المشتريات حالة التنبؤ بالرواج والكساد لكي يرسم سياسته الشرائية بناء على التنبؤ وبعيدا عن المخاطرة. في حالة الرواج إذا كان السوق رائج منتعش، أي حالة التنبؤ باتجاه الأسعار نحو الارتفاع، حيث أن سياسة الشراء التي يلتزم بها مدير المشتريات هي سياسة الشراء للاستخدام في المستقبل، أي الشراء من أجل التخزين، حيث أن التنبؤ بزيادة الأسعار مستقبلا يشجع مدير المشتريات على توفير احتياجات المنشأة بالأسعار الحالية المخفضة ثم تخزينها لوقت الحاجة. وفي هذه الحالة على المنشأة المشترية اتباع الآتي: شراء كميات كبيرة للتخزين وتخفيض أو تقليل عدد مرات الشراء. في حالة الكساد أي حالة التنبؤ باتجاه الأسعار نحو الانخفاض، وبالتالي فإن السياسة الشرائية المناسبة لمدير المشتريات هي عملية سياسة الشراء المحدودة. لماذا محدودة؟ لأنه في السعر الحالي مرتفع والتنبؤ بالأسعار المستقبلية ستكون منخفضة، فبالتالي يحاول قدر المستطاع أنه يخفض عمليات الشراء الحالية وينتظر للأوقات القادمة حتى يقوم بعمليات الشراء. عزيزي الدارس، تناولنا في هذه الوحدة التفاوض الشرائي وعرفناه بأنه جلوس طرفين أو أكثر للوصول لحل تراه الأطراف أنه الأفضل لمنع حدوث أو عواقب أو نتائج غير مرغوبة تؤثر على مصالح الأطراف. وطبعا هناك استراتيجيتين لهما أهمية كبيرة في عملية التفاوض، وهي الانفرادية والتكاملية. وكما قلنا الاستراتيجية الانفرادية يكون هناك كاسب واحد، أما الاستراتيجية التكاملية فالجميع كسبانين، وهي ما تسمى بمكسب مكسب. وبالتالي تطرقنا إلى الأسس الاقتصادية للشراء تتعلق بالكلفة والقيمة وتحديد القيمة في السوق وأسواق المشترين والبائعين، وعلى مدير المشتريات مراعاة حالة السوق من رواج أو كساد للقيام بالعمليات الشرائية. في نهاية لقائنا التعليمي الرابع نتمنى لكم دوام التوفيق.